معلش لان في زملاء تاني دخلوا، برحب بالزملاء اللي دخلوا تاني. احنا بنكمل على البوست اندوسكوبي، قلنا بوست اندوسكوبي للمرضى اللي هم عملنا لهم المنظار. بوست اندوسكوبي بيمشيه على نون سيليكتيف بيتا بلوكر، الماكسيمم تولريتد دوز، الهارت ريت ما يقلش عن 60 والسيستوليك بلاد بريشر ما يقلش عن ال 90، وبدل المريض سكيدول بديله علامات فولو اب ابر اندوسكوبي سكندري بروفايلاكسيس بالاندرال وبالمنظار، وبيجي بعد كده علامات متابعه. كنا زمان من مجموعه من المرضى بنحولهم للجراحه تمام، لكن بعد المناظير ما طلعت احتياجنا للجراحه قليل جدا بالحقيقه. يعني المريض اللي كان عنده شك من الاول او نزيف مش عارف توقفه او ما عندكش مناظير او المريض فيه اذر ريسك فاكتورز، ربما كنت تناقش مع الجراح فرصه انك تدخله الجراحه، لكن الحاجات دي بقى يعني بقى فيري ليميتد قوي، ما عدناش بنحول المريض للجراحه. طيب ده كان يعني اوفر فيو على المانجمنت اوف ابر جي اي بليدنج. يعني يا ريت بقى اللي عنده اسئله يجمعها في دماغه، عشان احنا معانا كمان 10 دقائق على الاكثر في اللور جي اي بليدنج، وهنفتح اوبن ديسكشن للمانجمنت. اللور جي اي بليدنج زي ما انا قلت في المحاضره الاولانيه اللي هو بليدنج من الكولوريكتم، موست اوف ذا تايم البليدنج من اللور جي اي بيجي بهيماتوكيزيا. هيماتوكيزيا يعني باسنج فريش بليدنج بالريكتم. سؤال احنا بنساله ساعات، هل اللور جي اي بليدنج ممكن يجي بملينا؟ دكتور اسلام معايا؟ ايوه يا باشا مع حضرتك. دكتور اسلام انا هسالك السؤال ده، اللور جي اي بليدنج ممكن يجي بملينا؟ اللور اللور جي اي لا يا باشا، اللور جي اي ما يجيش بملينا. هو يعني الموست اوف ذا تايم تو الاسلام اللور جي اي بليدنج بيجي فريش بليدنج بليك، لانه ما فيش دايجيشن، ما فيش فرصه ان المريض ما فيش دايجيشن يعني. لكن لو المريض اصلا يا دكتور اسلام، لو المريض اصلا سلو ترانزيت يعني عنده امساك مثلا بقاله فتره طويله، والليجن موجوده في الرايت كولر، معنى ان الدم بيقعد فتره طويله في الكولر، فممكن يجي لك بميلينا. يبقى شرطين، ان المريض يكون البليدنج من الرايت سايد اوف ذا كولر، ويكون سلو ترانزيت يعني الحركه بتاعه الجهاز الهضمي عنده بطيئه، فده يديله وقت اللي هم 9 ساعات اللي محتاجه عشان يحصل ايه دايجيشن. طيب نكمل. تمام شكرا دكتور اسلام. احنا يعني اتكلمنا على الديفرنشال دايجنوز، وقلنا وورلد وايد ذا موست كومن كول اللي هو الدايفيرتيكولار ايه بليدنج، وبيبقى لارج فوليوم، ويبقى غالبا موستلي بيبقى بينليس. بينما الاذر كاتيجوري اللي انت المفروض هتشوفها كتير بقى في البراكتس، في العيادات، في الوحدات، في المستشفيات، اللي هو الكولايتس على راسهم الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو الديزنت يعني الانفكشن زي الباسيلري والهاريسيا والحاجات دي والاسكيميك كولايتس. كان فينا جاني سؤال في بدايه المحاضره، ازاي الباول اسكيميا تعمل بليدنج؟ هتلاقي عندك درس في كتاب النظري اسمه اسكيميك او باول اسكيميا. انا النهارده الاسكيميا حاجتين، يا ارتيريال يا فينس، الكلام طبعا هتاخده في التفصيل في الجراحه. لو انا قفلت الارتري اللي بيغذي الكولون اللي هو الانفيرم ميزنتريك او السوبر ميزنتريك، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يا دكتور اسلام؟ اسكيميا يا باشا، يا اسكيميا. اسكيميا يعني نكروزس. مفيش بلاد سبلاي اللي رايح للكولون، فيحصل نكروزس، يحصل التريشن، تحصل نزيف. لو الاسكيميا دي فينس يعني الفين هو اللي اتقفل، فبقى في كونجيشن، عندك دم محتقن، فتبدا الفينز تترشق في اليوم بتاع الباول وتعمل لك اسكيميا. ده كان اجابه على سؤال جالي في بدايه المحاضره، وانا اجلت اجابته لغايه ايه هذه المحاضره. يعني امتى بقى هو نفس التريتمنت بتاع اللور جي اي هو زي الابر جي اي اللي هو الريسسيتيشن اي بي سي والكانولا والمحاليل، و الاندسكوب بقى هنا يفضل ان يتعمل اندسكوب في خلال 6 ل 12 ساعه ايرجنت كولونسكوب. دي صوره للدايفيرتيكولار بليدنج، ده دايفيرتيكولم والبلاط جايب منه زي ما انتم شايفين كده تمام. لكن في بعض الاحيان ما بقدرش اعمل المريض منظار قولوني في خلال 12 ساعه، المريض عنده كوموربيدنس مش هيستحمل ياخد تخدير، المريض عملت له منظار ومش شايف مكان نزيف، عملت له منظار وعالجته ومع ذلك المريض بينزف، ده كلام بقى بيتعامل بس في السنترز العاليه قوي. احنا يعني الكلام ده يعني صعب، انا ما شفتوش شخصيا، لكن ده كلام موجود في الكتب لازم تبقى انت عارفه، ان هو بيشتغل بقى بالراديو توب سكان اللي هو حاجات النظائر المشعه، يحقن للمريض في الكانولا ار بي سيز عليها ماده مشعه، ويبدا يتابعها بالجاما كاميرا ويشوف السورس اوف بليدنج، يحدد مثلا الارتري اللي بينزف فين،
ويخش بالقسطره بتاع زميلنا بتاع الاشعه ويجي عند البريدنج فيزل ويقفله، يحقن فيه ماده بتقفل، يحقن فيه حاجه اسمها كويل ويوقف الايه، ويوقف النزيف. بس ده محتاج سنترز عاليه جدا ومحتاج تكنولوجيا عاليه جدا، الكلام ده يعني حاليا مش موجود عندنا. ده الشغل اللي بيتعمل اللي هو شغل الانجيوغرافي، لكن ده زي ما قلت لكم عايز تيم وورك وعايز هايلي سبيشاليز سنترز. الرول اوف سيرجري في اللور جي اي بليدنج اكتر من الابر جي اي بليدنج، تمام، وبرضه لها انديكيشنز مش عمال على بطال. ريزيرف فور بيشنتس ويز لايف ثريتنينج بليدنج او هاف فيلد اذر اوبشنز، انا عديت كونزرفاتيف عملت منظار وبتاع الاشعه مش عارف يوقف النزيف، فابدا اكلم الجراح، المريض ده لازم يتفتح فورا، تمام. لو المريض البليدنج ماسف قوي لدرجه ان انا مش ملاحق، يعني خلص بنك الدم اخد 20 كيس دم وخد كذا وخد كذا وخد كذا وانا مش عارف اوقف النزيف، المريض ده لازم الجراح هيفتحه ايه، هيفتحه فورا. بس مهم قوي ان انا ابقى سسبكتنج السورس اوف بليدنج عشان الجراح لما يفتح يبقى دايركتد على طول هو رايح فين، لو انا هعمل مريض انجيوجرافي او سي تي. او الالجوريزم اوف مانجمنت دي حاجه هنختم بيها. لو مريض جاي لك بهيماتوكيزيا اللي هو الفريش بليدنج بالريكتوم، الفريش بليدنج بالريكتوم مش لازم يكون لور جي اي بليدنج، ممكن يبقى لور جي اي بليدنج لو البليدنج جاي من موستلي من ليفت سايد اوف ذا كولون، وممكن يبقى ابر جي اي بليدنج لو المريض جايب ماسيف اماونت، لو المريض رجع دم او حصل نزيف في الاستومك بكميه كبيره، الدم ده استيميوليت الباول موفمنت خاصه لو كميته كبيره فينزل بسرعه قبل ما يحصل له ديجيشن ويظهر لك من الانس على انه فريش بليدنج بالريكتوم، تمام. انت اسس البليدنج، اعمل المريض بي ار وشوف صبعك، المريض جاي عليه دم ان اكتف يعني دم اسود كده ومتجلط، معاك وقت بقى المريض مش في طوارئ فانت مجهز المريض براحتك تعمل له وزاره طوارئ. لو لقيت اكتف في نزيف دم احمر عايز تشوف جاي من الابر ولا من اللور، ركب له رايل تيوب نيزو جاستريك تيوب وشفط منها، لقيته نيجاتيف يعني معناه ان البليدنج ده ممكن يكون منين، من اللور، يعني نو ريسك اوف ابر جي اي بليدنج. لو لقيته بوزيتيف ده معناه انه ابر جي اي بليدنج، والمريض ده ايه بعد ما تعمل له ريسسيتيشن هتعمل له منظار ايه، منظار معده مش منظار قولوني. المريض في كلا الحالات تشوف الهيمودايناميك ستابيليتي، المريض هيمودايناميكال ستيبل ولا لا، لو المريض هيمودايناميكال ستيبل تمام اعمل بقى منظار براحتك، لو المريض مش ستيبل ابدا اعمل ريسسيتيشن ودور على الحاجات تساعدك في وقف النزيف السريع اللي هو بتاع زميلك بتاع الجراح بتاع الاشعه، لو يقدر يخش لك بالقسطره ويقفل لك البيزل او تحتاج الجراح لو انت احتاجه. عندك وقت والمريض ستيبل وخد علاج وبقى كويس ابدا اعمل له منظار براحتك ووقف النزيف. عشان اجمل النقاط المهمه ليك كاندر جراديوت وبراكتيشنر في نفس الوقت، انا جمعت كام نقطه مهمين قوي يهمني ان انت تعرف. Always get objective description of stool. لما يجي لك مريض يقول لك انا عندي ميلينا او عندي هيماتيمسيس شوف بعينك. احنا ساعات كنا بنخش مع المريض الحمام التواليت عشان نشوف فعلا دي ميلينا ولا لا، على الاقل اعمل المريض بي ار وبص على صبعك، البس جلافز اعمل بي ار بص على ايدك، لقيت في دم موجود ولا لا، والدم اللي موجود احمر ولا اسود. في السيفير هيماتوكيزيا لو المريض قال لك انا بنزف نزيف غزير من تحت، خلي بالك ان المريض ده ممكن يكون السورس اوف بليدنج ابر جي اي بليدنج، فممكن تركب له رايل وتشفط من الرايل عشان تشوف فيه نزيف في الاستومك ولا لا. البليدنج في معظم الاحيان يا جماعه في 80% من الحالات البليدنج ستوب سبونتينيوس، يعني المريض يقول لك انا نزفت ويجي يقف عندك، لكن خلي بالك ان الريسك اوف ري بليدنج ثاني عاليه، فعشان كده خد الامور باهتمام وتعامل مع المريض بسرعه، وقف له النزيف قبل ما يرجع ينزف ثاني، لان المريض لو نزف ثاني فرصه ان يبقى يضاي المرتد فيه اعلى جدا. الجمله ده ايه مهمه قوي قوي قوي، early resuscitation and supportive care are key to reduce morbidity and mortality from our GI bleeding. resuscitation الانعاش، انعش المريض، اكسجين، بروتكت اير واي، اثنين لارج بور كانولا، سلاين، بريبير بلاد، ادي ار بي سيز، بليتلتس، بريشر ريزن بلازما، تمام، اكوردنج تو السيتويشن او الايه التحليل، دخل المريض المستشفى، ودي المريض الاي سي يو، ادي المريض بري اندسكوب تريتمنت، اعمل المريض منظار، بعد المنظار ادي المريض علاج، حط المريض على فول اب. دي اخر سلايد اي ثينك. يعني المريض اللي بينزف في الجهاز الهضمي ممكن يجي لك النزيف في الجهاز الهضمي سواء ابر او ميدل او لور بصور دي، المريض يجي بهيماتيمسيس، يجي بميلينا، يجي بهيماتوكيزيا، يجي بأوكالت بلاد انستول، او يجي بس بانيميا.
هيماتيمسيس بير ديفينيشن فوميتنج اوف بلاد. البلاد ده ممكن يبقى فريش بلاد او يبقى كافي جراوند اللي هو اولترد بلاد. اولترد معناه انه بقاله فتره اتركن في المعده كميته بالغالب بسيطه في وقت ان هو الاتش سي ال شغال عليه فحوله الى اسيد هيماتيم تمام. لكن فريش بلاد معناه انه كميه كبيره ولسه ريسنت وده كوز الهيماتيمسيس اولموست اولويز ابر جي اي بليدنج تمام. ده بليدنج من الابر جي اي لما لغايه ايه الليجامنت اوف كريس. الميلينا باي ديفينيشن بلاك تاري شايني اوفنسيف ستون وده موستلي ابر جي اي لكن ممكن يبقى لور جي اي بليدنج زي ما انا قلت لو في سلو ترانزيت والليجن في الرايت سايد اوف ذا كولر تمام. عشان يحصل ان الدم يحصل دايجيشن وانت تشوفه والمريض يشوفه على انه ميلينا على الاقل المفروض يكون المريض نزف 60 ملي دم. الحد الادنى لانك تشوف ميلينا 60 ملي دم نزل في الايه في الجات ليومن. الهيماتوكيزيا اللي هو باسنج باسج اوف فريش بليدنج بالريكتم من الانس وده طبعا سببه الكولو ايه الكولو ريكتم. الاوكلت بلاد انستول لو المريض نزل في الجهاز الهضمي سواء معده يعني ابر او ميدل او لور جي اي كميه اقل من 60 ملي مش هتشوفها. لكن عشان تستدل عليها بتبعت المريض للمعمل تقول له شوف لي اوكلت بلاد انستول اسمه بالعربي الدم الخفي في البراز وده له تيست اسمه جوياك تيست. اللي بيقرا في كتب امريكان يا جماعه زي ما كنا في لو انتوا ركزتوا في الحل اللي عملناه في الاول بيقول لك هي از جوياك بوزيتيف بس جوياك بوزيتيف يعني عنده اوكلت بلاد جريستول وانت دور بقى السورس فين دي القصه دي. اخيرا وليس اخيرا المريض بتاع الجي اي بليدنج ممكن يجي في انيميا وده تشالنج للدكاتره وخاصه بقى الناس المتخصصه. يعني انا يجي لي مريض كتير بانيميا مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا يعني انيميا اوف كرونيك بلاد لوس المريض عمال يفقد كميات صغيره من البليدنج في الجي اي تي ما بتديش ميلينا لكن لو عملت لها فيكال اوكال بلاد هتطلع بوست ويكون مشكلته انيميا. وشفنا حالات من دي كتير في المالجنسي خاصه الكانسر كول وده احد اهم البرزنتيشنز للباول مالجنسي الانيميا. المريض يجي عنده انيميا بس وشفنا كتير جدا بعد ما تعمل انفستيجيشنز تلاقي المريض عنده في الاخر ايه كانسر كولون او كانسر ستومك او كانسر سمول باول واتيفر جي اي مالجنسي واحد من المانيفستيشنز المهمه قوي الانيميا. انا بشكركم جدا على حسن المتابعه اسف ان انا اطلت عليكم لكن موضوع الجي اي بليدنج واحد من الموضوعات اللي في غايه الاهميه. انا هفتح الدكتور عمرو هساعده يفتح المايك عشان يسالني مباشر في حاجه لو في حاجه مش واضحه وانتم ابعتوا لي الاسئله على الشات واللي عايز يتكلم ان ميوت هيم سيلف ونبدا نتواصل مباشره. دكتور عمرو سامعني؟ ايوه دكتور معاك. دكتور عمرو اتمنى يكون وصلنا رساله في المحاضره بتاع النهارده لو تحب تسالني في حاجه في الجزء بتاع المحاضره. تمام يا دكتور ربنا يجازيك خير. في حاجه مش واضحه بالنسبه لك؟ الحمد لله كله واضح يعني الحمد لله. طب ايه الرساله اللي طلعت بيها من محاضره النهارده؟ اديني جمله واحده انت استفدتها تلخص النهارده. جمله واحده ريسوسيتيشن اهم حاجه. يعني ايه ريسوسيتيشن؟ ريسوسيتيشن الانعاش ان اي بي سي اير واي بريثنج سيركيوليشن. الحق المريض الاير واي البريثنج السيركيوليشن سيركيوليشن كانولا اثنين لارج بور كانولا سنترال لاين سلاين بلاد ترانسفيوجن او اليمنت او يعني ايه ترانسفيوجن سواء ار بي سيز بليتلت او فريش فروزن بلاد. شكرا يا دكتور عمرو. في سؤال يا جماعه جه بيقول ميلينا كان بي اسيمتوم اور لابوراتوري فاين. ميلينا يا جماعه يعني نزيف شرجي. ميلينا يعني اتس ايه اتس اكومبلين اند اساين مش لابوراتوري خالص. لابوراتوري لو انت يعني لو انت شفت بعينيك المريض بيقول لك انا بنزف فهو بيشتكي انت تشوفها ساين بعينك تقول المريض خش اعمل حمام في القعده الافرنجي وما تعملش السيكون وتخش تشوف تلاقي فيه ميلينا او تلاقي المريض عامل حمام على نفسه فانت بتشوفها بعينك فهي كلينيكال مش لابوراتوري. اللابوراتوري لو كميه النزيف 60 ملي فالمريض هيجيب نزيف انت هتشوفه على انه ميلينا. لو اقل من 60 ملي مش هتشوفه وتشوفه بقى لابوراتوري تبعته يعمل حاجه اسمها فيكال اوكال دبلر. في تاني دكتور ممكن تبعث لنا الباور بوينت. الباور بوينت انا بعد ما تخلصه ان شاء الله او بكره بالكثير
هرفع الفيديوهات على اليوتيوب تشانل فيها الباوربوينت، وهبعت لكم اللينكات بتاعه المحاضرات فيها الباوربوينت. حد يحب يسال مباشره يتكلم معايا من بدل الشات؟ حد يحب يسال؟ لو حد عايز يتفضل انميوت هيم سيلف ويتفضل. اللي عايز يسال برضو على اللي عايز يسال على الشات يا ريت يسال. سامعيني يا شباب ولا لا؟ دكتور اسلام سامعني؟ ايوه باش سامع حضرتك. دكتور اسلام تحب في حاجه في الموضوع بتاع النهارده مش واضحه؟ لا ما شاء الله يا باشا واضح خالص. الزملاء جزاك الله خيرا جزانا اياكم. ساكتين ليه يا جماعه؟ ما هو يا اما مش فاهمين حاجه خالص يا اما بقى فاهمين حاجه، وده اشك طبعا ان ايه، لان مفيش حاجه كامله يعني. يا ريت بيبقى في نقاط كده عايزه استوضاح. هندي كمان 15 ثانيه لو حد يحب يسال عن حاجه. ان شاء الله يوم الخميس هيبقى معانا محاضره كلينيكال، هيبقى الدكتور اسلام هيجهز لنا السكيلز، هنكمل السيريز بتاعه الورك شوبس للرايتنج، هنبدا في اللوكال اكزامينيشن، وهنناقش مع بعض ازاي تكتب الانسبكشن اند اوسكالتيشن. هيبقى معانا الدكتور اسلام باذن الله يوم الخميس في نفس الميعاد. هي طبعا ليله ويت، فمش هنطول برضو عشان ما نحرمش نفسنا من العباده ان شاء الله. واضح انه ما حدش عايز يسال. انا طبعا بشكركم شكرا جزيلا. اتمنى يا رب يكون وصلنا رساله الجي اي بليدنج بالموضوعات المهمه قوي للكلينيكال براكتس قبل موضوع الامتحان، والامتحان مهمه جدا. السنه اللي قبل اللي فاتت نزلت فيها كيس، وكان اعتقد كان سؤال اندوسكوبيك تريتمنت وجي اي بليدنج حتى في الماستر، لانه ده ريال لايف براكتس انت هتشوفه باستمرار. اتعلموا بليز عشان البراكتس مش عشان الامتحان بس، بليز. اللينكات ان شاء الله هتبقى موجوده على قناه الكبد المخروحه. تصبحوا على خير، كل عام وانتم بخير. يا ريت ما تنسناش من دعائكم، وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.